أهلا وسهلا. وداعا أيها المرض، أنا المرض وأنا المريض، أنا اللي جبت المرض وأنا اللي بشيله، بس قولوا آخ فوتوا على المطبخ. وما حدا للأسف بهالأمة العربية إلا محمد كيلاني، بيحكوا كل العلماء قالوا على بيت الله بصوتهم، بتسمعوا وعم بيحكي مع جيمانبل ومع هيرا ومع هيرا ومع هيرا ومعهم كلهم يعني. وهلأ في جسمه هين، فإذا هالمرارة اللي عنا إياها واللي قالت لها كفيت عنها، كفي حكيتها جمعة الماضي عن إنه إيه هذه المرارة بتضايقك، لا الكبد بيضايق، بصير يعطونا كلمات. في حد طبيب بدي أعرفك عليه، إجت ست لعندي قال لها معك مرض سرطان بالبروستات، تلفت له أنت صرت تركب يوروز للنسوان؟ وعرف مريم نور مترعبة، قال لي لا عم بقول لها بروستيرون مستيرون فستيرون، بيقولوا لنا كلمة الأطباء نحن ما بنفهمها وبنصدقهم، مش هناك بنعطيهم جسدنا. مزبوط، هي المشكلة عم يلعبوا من باب التخويف، فير دائما بكل بكون يعني. هلا حكينا المره الماضيه بكون في اشخاص الامور عندهم ممتازه وعم يتحسن وعم يتحسن وعم يتحسن، بيجي للاسف الطبيب بقول له لا بس لازم تاخذ الكيموثيرابي عشان ما ينتشر، لازم تاخذ كذا عشان ما ينتشر، لازم حتى نسيطر عليه، بصير يستخدم كلمات بتخوف كثير. هذا السلاح اللي من خلاله انه عم يجروا ماديا او تجاريا الشغله اللي عم بيمشوا اللي عم بيتاجروا فيها، لكن للاسف يعني عم بيصير في تجاره بصحه الناس، بس مش هون المشكله، الحق مش عليه، الحق على المريض، الحق على الشخص نفسه. طب انا حاسس حالي عم بتحسن وخلال اسبوعين ثلاث اسابيع الورم قل نزل، وقبل هم ما فادوني بالعكس كانوا ياخذوا كانوا هذا ويتاذوا وكذا وهيك، فايش اللي صار؟ نسبه 3% فقط من الناس بصحوا بعد ما ياخذوا كيموثيرابي، 3% كيموثيرابي وراديشن، حتى بعد ما ياكلوا صح بتلاقيهم بيشفوا من المرض لكن بيضلوا متضررين من الكيموثيرابي والشيء اللي اخذوه. كنا عم نحكي قبل ما نخلص المره الماضيه وصلنا على موضوع الحقن الشرجيه اللي كانوا عم بيعملوها جماعه ماكس جيرسون، ففي قصه كثير حلوه. قلنا الحقن الشرجيه مهمه جدا لتنظيف الامعاء خصوصا خلال عمليه، يعني ممنوع حدا يصوم الا لما ينظف الامعاء، لازم الامعاء من الاول للاخير تكون نظيفه والا بيصير الجسم يمتص السموم. ف جيرسون بحطوا القهوه بطريقه بتكون اورجانيك ونظيفه ولها طريقه معينه، الورقه هاي اللي حكينا عليها موجوده اي حدا بنبعث له اياها على الايميل، والافلام وطريقه الشرح والتفاصيل الاضافيه كلها موجوده، يعني اللي بده يشوف كيف بتنعمل الحقنه، اللي بده يشوف بالفيديو، اللي بده يشوف كلها موجوده فيها. كان في بيت عندنا بلبنان رفيق بيقول ايه بيعمل لك هاي، ما في حقنه، هاي الكبيره مش هاي بتجيبها الامين، مو صغير كبير، بتكون كبيرة ونربيش هيك. كانت بالحمام كلها كل البيوت فيها حقنة، كانت لازم شيء طبيعي. كان هلا اقل شيء بالصيدليات ما بتلاقيها، ما بتلاقي الحقنة، ما في، ما عادت موجودة بالصيدليات، يعني اهم شيء للصحة مش موجود بالصيدليات. خلص خذ هالحبوب يا اختي، وين هي الحقنة؟ يي ديمودي وين بعدك؟ كل الادوية بتلوث الكبد والكلى، ما في دواء بلا استثناء، ابسط دواء اللي هو الاسبرين، والاسبرين بخرب الكبد، بيعمل نزيف بالدماغ، بيخرب كل الجهاز الهضمي، بيعمل فيه التقرحات، ومع هيك لازالوا الناس عم ياخذوا، يعني عم باخذوا لانه بيشتغلوا من خلال التخويف. لازم تاخذ اسبرين يوميا والا بصير في عندك جلطه. طب اذا انا باكل صح وبلعب رياضه ليش بتصير في جلطه؟ ما الدم بيعرف كيف يمشي، باكل صح وبلعب رياضه. على طاوله الصفرة اكثر الناس عندهم ادويه، خدي هالحبه انتيبيوتيك، خدي حتتين منها، خدي اذا ما ضرتك ما نفعتك ما بتضري. صار الحديث هيك من خلال التخويف للاسف، بسبب جهل الناس، لانه ما بنقرا، ما بمسك بشوف بقرا شو الموضوع، عم نوقع بالفخ. خبرتني انه اول انتيبيوتيك كانوا عند المين الاهرامات زمان، كيف كانوا يستخدموه البنسلين، كيف اخترع اصلا الاهرامات، كانوا يستخدموا العفن اللي بيطلع على الخبز تيضمدوا فيه الجروح ويشيلوا الاوراق، يشيلوا يعني يطهروا، يعني كانتيبايتك يستعملوه. البنسلين اكتشف بهاي الطريقه، اكتشف انه هذا الشيء اللي اجى عليه عفن ما نميت فيه البكتيريا، عرف انه في شيء مضاد للبكتيريا من خلالها، بس طبعا صاروا يشتغلوا عليه ويشتغلوا عليه، وهلا الانتيبايتك صار عباره عن شيء كثير مشوه وغريب وصار يخرب المناعه اكثر ما يزبط فيها يمكن. مثل ما بنشرح كلام الانبياء على ذوقنا، وبتصير في ديانات وطوائف ومذاهب، وكل واحد انا امة محمد، لا انا امة محمد، لا أنا. العلم تبع الموضوع كثير بسيط. هلا الفطر، الفطريات مثل العفن تبع الخبز، ليش عم ليش ما ليش ليش بيشتغل مثل الانتيبايوتيك؟ مثل ما قلنا بهالمره، الفطر عباره عن كائن كبير مقارنه بالبكتيريا، البكتيريا مثل النمل، الفطر مثل الفيل كثير كبير. هلا الفيل هذا لما يجي بده ينمو، بده يتكاثر، بيعمل وسط حواليه تما تقدر البكتيريا تنمو،
لانه هو بتضايق اذا كان في كثير بكتيريا. الفطر بيتضايق، بده يعيش مرتاح، ما بده شيء يعفن وكذا وهيك، لانه العفن من البكتيريا او حسب شكل العفن، في تعفن في التخمر بنعرفها احنا بالشكل. فاذا البكتيريا بتعمل هالتعفنات، بتصير الريحه، بتصير كذا، بتصير هذا، ما بده هذا الشيء. فبتلاقي الفطريات مثلا مثل المخلل، مثل الخل، فورا الفطر بس يبلش ينمو بياكل هالسكر بيعمل شيء شبيه بالكحول. مرات بيعمل كحول عادي، مرات بيعمل مركبات شبيهه فيه، مش دائما هذا يعني بيعمل كثير مركبات، بس المركبات هاي الهدف منها هي قتل البكتيريا اللي بتنمو معها حتى يعيش مرتاح. فاذا استخدمت انا بعض الفطريات، مش كلها طبعا، بطريقه معينه بتشتغل مثل الانتي بايوتيك، وهي الطريقه للموضوع. فكنا عم نقول على تشارلوت جيرسون، واحده من الحالات اللي مرت عليها الحقن الشرجيه اللي بيكون فيها القهوه بتوصل فورا لمسارات المراره والكبد وبتطلع سموم من الجسم، خصوصا خلال عمليه التنظيف. فمره نفس الشيء مريضه كانت موجوده في المستشفى، جربوا كيموثيرابي، جربوا كذا كذا، وصلت لمرحله دخلت بكوما. خلص بتعرفوا لما بالمستشفى اذا دخل واحد بالكوما غالبا خلص، يعني بيستنوا عليه يومين ثلاثه بعدين الجهاز بيطفوه على اساس انه خلص توفى، ما عاد في يعني ما عاد في امل. فحكوا معها تليفون لتشارلوت جيرسون، الاهل طبعا بيبكوا وكذا، بيقولوا لها دخلت في كوما ومش عارفين شو نعملوا هيك. تشارلوت قويه كثير، المره كثير قويه، قالت لهم بتطلعوها هلا من المستشفى، هلا بهاللحظه، لا بعد ساعه، لا بنهايه اليوم، لا بتعملوا الاجراءات في المستشفى تطلعوها، هلا بتطلعوها في المستشفى بتجيبوها لهون. طلعوها من المستشفى جابوها، حقنه شرجيه كل نص ساعه، كل نص ساعه، ما كملت خمس ست ساعات كانت صحيه، رجعت صحيت. قالت انه لانه وصلت السميه في جسمها لدرجه انه خلص، وصلت السميه لدرجه انه ما عاد في دماغ يشتغل، دخلت في الكوما. طلع سموم، طلع 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 من خلال الحقنه الشرجيه، خمس ساعات كانت صاحيه. عشان هيك بركز على الموضوع قد ايه كثير مهم خلال عمليه التنظيف، لانه كنا عم نقول على الخطوات، لكن بنفس الوقت بنظف اكلي بس بدي اساعد السموم انها تطلع، بنظف اكلي بساعد السموم انها تطلع، بنظف اكلي بساعد السموم انها تطلع حتى ما تتقل علي. في وحده كمان قلت لكم قصتها، اللي هي واحدة كان وزنها كتير تقيل، يعني حوالي 130 كيلو تقريبا، وجربت كل الطرق اللي ممكن من خلالها تعمل دايت، تعمل كذا، تجرب هذا الأكل، تجرب هذا الأكل، ما شيء نفع. وخلال 10 سنين أو 15 سنة تعبت كتير، يعني ما عارفة شو تعمل، هالوزن زيادة ما عارفة كيف تخلص منه. فنفس هالورقة قالت بدي أضبط أكلي، وبلشت تضبط أكلها. هلا عادة أي واحد مريض سرطان بيعمل التنظيف بالحقنة الشرجية أول بأول، هاي ما عملتها، عملت بس تنظيف الاكل، زبطت اكلها. فتاكل اخضر، تاكل اخضر، تاكل نبات، تاكل اخضر، الجسم الوزن عم ينزل والجسم عم يتحسن ووجع عم ينور وكل شيء حلو كثير وهيك. لكن بعد نزلت خلال يمكن ما كملت شهرين تقريبا، صار وزنها حوالي 100، يعني حوالي 30 كيلو خلال شهرين، وهي كانت بالنسبه لها كثير صعبه لانه الهضم عندها جدا بطيء. يعني في اشخاص بيكسبوا وزن بسهوله، في ناس بيكسبوا وزن بصعوبه، هي الهضم بطيء وبالتالي كان وزنها تكسبه بسهوله وتخسره كثير بصعوبه، يعني صعب كثير تخسر وزن او تقلل وزنها. بعد حوالي هالشهرين تقريبا مره واحده ولا صار في عندها تضخم بالغده، مش تضخم بس زياده نشاط كثير كبير، صارت الغده كثير نشيطه. راحت فحصت عند الدكاتره، قالوا لها الغده عندك نشيطه جدا والحاله خطره جدا ولابد انه نعمل لك يود مشع. ايش هو اليود المشع؟ الغده الدرقيه بتمتص اليود، وبالتالي بيجيبوا يود بلوثوه باشعاع نووي مثل القنبله النوويه، كيف الانفجار اللي صار بفوكوشيما، بلوثوه بالاشعاع النووي وبيخلوها تاخده، بيمتص الجسم او الابره ما بعرف، بيمتص الجسم بتروح فورا للغده، لانه الاشعاع وصل للغده بتدمر الغده كلها بشكل كامل، تحرق الغده حرق. خلال اسبوع تقريبا اللي بياخذ اليود المشع ممنوع يقعد جنب انسان، يعني بدها تنعزل في البيت لوحدها، حتى لما تروح على الحمام لازم بسرعه يتخلصوا من الخروج المشع تاعها، ممنوع تقعد جنب انسان اكثر من نص ساعه لانه ممكن تنقل الاشعاع لهذا الانسان. شوفوا هالعلاج الجنوني يلي عم يصير، العلاج الجنوني بيعمل هيك. بس هي لا، هي ما فيها مشكله، احنا بس اعطيناك اليود المشع بشيل لك الغده وبترجعي طبيعيه، بتصيري تاخذي دواء، بتصيري يعطوها ثايروكسين طول عمرها. لكن هالاشعاع اللي منطقيا، هالاشعاع اللي ممنوع حدا يقعد جنبي، شو عم بيعمل فيي؟ خلص قضيته على حياته هالانسان من خلال هاي الشغله بهالبساطه، وهذا شيء طبيعي ما فيه مشكله. الغده نشيطه جدا، لازم نشيل نشاطها دواء لا بيعملوا لي اياها. عارفين قصتهم بس هذا. فطبعا الغده نشاط او كسل، والنشاط بشكل اساسي بكون هو عباره عن مرض مناعي بالجسم،
يعني المناعة انقلبت ضد نفسها بسبب وجود ملوثات كتير 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 تقيلة في الجسم، يعني الجسم فيه سموم ومعادن ثقيلة وكذا 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 وكذا، فالغدة ما عادت قادرة تتحمل، عملت نشاط كدفاع مناعي. فورا بلشت هاي المرأة بلشت تعمل حقنة شرجية يوميا 3-4 مرات، تنظيف 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 تنظيف، ما كملت أسبوع تقريبا كانت الغدة راجعة طبيعية، رجعت طبيعية، وهلا عم بتكمل تنظيف اكلها وتنظيف وزنها حتى ترجع بشكل طبيعي. بالنسبه للطب كانوا فورا بدهم يعطوها اليود المشع، يحرقوا الغده، يحرقوا الجسم، واشتري هذا الدواء ثايروكسين طول عمرك. هذا الحل اللي بيعملوه. فانا بس حبيت احكي هالشغلتين حتى تشوف، حتى نركز على موضوع الحقنه الشرجيه، التنظيف. هي طبعا ليش صار معها هاي الشغله؟ لانه الظاهر مثل ما بيصير بالسرطان، خلال عمليه تنظيف السرطان بتطلع كثير سموم في الجسم، فلازم انظفها بسرعه، لانه كان في عندها وزن زايد كثير. خلال عملية نزول الوزن كل الدهن يلي موجود في الجسم بكون مخزن سموم ومخزن معادن ثقيلة ومخزن بكتيريا، فالظاهر لأنها نزل وزنها كتير بسرعة، طلعت كتير بسرعة في الدم ما تحملها الجسم، فعشان هيك الحقنة كتير مهمة. فهذا يعني مهم كتير كتير نركز عليه. العلم عم بيقول يعني الأولياء حكيوها، مرتين على القليلة الصبح بس تقوم فوت على الحمام، وعشية قبل ما تنام على بيت الحرق كمان. بس هلأ حطوا لنا كرسي، كان بالاول سكوادينج ان ارفس، هلا حطوا كرسي فرنجيه، صار كلنا عندنا حمام فرنجي، بس نقعد على الكرسي الفرنجيه شو بينضرب فينا باجسادنا، قعدت قروه محطوطه كله على بيت الله. هاي هي صوم وتصحوا، الصيام مش مثل ما بنعمل، في صوم وفي صيام، انتبهوا. بالضبط، مش من الصبح ما باكل بعدين المغرب باكل اي شيء، لا، الصيام يعني انه الجسم يضل نظيف، وممنوع حدا يصوم الا لما ينظف امعائه اول. الامعاء نظيفه بصوم، يعني باكل اكل بسيط واكل طبيعي، وبعود نفسي شوي على ستيلنس، لما اكون انا خلص بتجيني الشهوه، بدل ما الحق الشهوه بتامل في الشهوه، ليش اجت؟ من وين جاي؟ ليش انا بدي اشتري هالشيء؟ ليش بدي اكل هالشيء؟ بصير اتامل فيها شوي شوي، بفهم من ايش؟ بتجيني هالمعرفه انلايتنمنت، بصير استنارات تيجي ورا بعض ورا بعض، فهم فهم فهم، وعي 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 بصير تيجي. فكل مره بصير لما تيجي الشهوه افهم ليش اجت، أشيلها، لما تيجي الشهوة أفهم ليش إجت، هذا هو الصيام، مش مثل ما عم نعمل. فالموضوع بسيط كثير، قلنا 7 صفحات بكفوا تقريبا لإزالة أي مرض، والسرطان بشكل أساسي، والأمراض المناعية بشكل كمان مثلها. وحكيناهم، نقاط طلعوا هي، 1 2 3 4، ملخص كلياته. أسهل أحسن من هيك ما في، وإذا الواحد ما بدي أقرأ 7 صفحات حتى هذا ما في، ومش هيك يعني إنه خلص أقريت ولا ما قريت، الحمد لله هلا بالآلاف عم بيتعالجوا. بالأردن لوحدها بفضل الله بالآلاف صاروا يعني حزة كبيرة بس تطلع، يعني صاروا يعرفوا الناس كيف يتصرفوا، صاروا يعرفوا كيف، صاروا يدلوا بعض، الخير موجود من فضل الله، وهي أحمد الله عليها. الأردن كتير يعني عندي حب عشق لهالشعب يلي موجود، لأنه على قد ما الظروف صعبة لكن بضل واقفين على رجليهم الناس، ما بيقبلوا المزلة أبداً، ما بيسمح لأي حدا. أهل الخليج بيعرفوا، أهل الأردن ما بيسترجي يفتحوا تمه ولا كلمة، لو ما معي تعريفي إذا بتفتح تمه معي بيصير ماي على راسه ولا كلمة، الحمد لله. فالناس عم بتعلم بعض، بدو في عزة، في كرامة، في أخلاق، وهذا شيء كتير حلو، والله يقوي الناس كلها وإن شاء الله كلنا مع بعض يا رب. فالموضوع كتير بسيط، قواعد العامة ملخصة، ما باكل شيء حيواني، ما باكل مشتقات حليب، أخضر منبت هو الغذاء الرئيسي، بقدر أشرب شرب المساء بس بدون نشويات، بدون بطاطا، بشيل الشاي والقهوة، بحط بدالهم ممكن شاي أخضر بس مش طبعاً أكيد ما بزودها، بشيل باخذ شي مر يومياً 7-15 حبة لوز مر، ترمس مر، الأرقطيون كتير مهم لانه بنظف الدم، الخرفيش كثير مهم لانه بنظف الكبد، بنظف الكبد يوميا من خلال انه بجيب كاسه مي، معلقتين زيت زيتون ومعلقتين ليمون، بنظف الكبد وبنفس الوقت بنظف الكلى من الحصوات. شو ضل؟ ما في، يعني انه باكل شيء، باكل منبتات يوميا، بعمل منبت، في شغله كثير حلوه بحب اعملها انا الصبح، بخلي دائما منبت عدس، ماش، حمص، قمح، شعير، اي شيء بنبته، بنجيب برسيم هلا كثير صرنا. يا الله البرسيم، يا الله يا الله شو بحكي لكم، شو حلوه هالشغله. هلا بتعرفوا المعكرونه، الكل بحبها المعكرونه، كنا نعملها بالبيت برسيم، بستناه ليطول شويه بصير هيك طويل، بصير شكله مثل المعكرونه، لان البرسيم له طعمته كثير حلوه هيك لذيذه، بتحط عليه زيت زيتون، وبتحط عليه، انا بدال الخل هلا عم بستعمل كمبوتشا، بترك الكمبوتشا ليتخمر
لفترة طويلة بصير طعمه خل، ما بعود فيه أي نسبة سكر، وبستعمله بدل الخل. هالصحن هالبرسيم محطوط زيت زيتون، محطوط عليها خل كمبوتشا، وكل هالمعكرونة، شو بدك أحلى من هيك؟ طعمتها كتير طيبة. خبز، قلنا النشا لازم يتوقف بشكل كامل، الخبز القمح، القمح لازم ينشال بشكل كامل. ما بعرف إذا قلنا عنها يلي كان قلنا عنها يلي كان الدم تاعها نزل كتير، والدكاترة قالوا لها إنه لازم تاكلي لحمة عشان يرتفع الدم تاعك، رحنا شيكنا عليها قلنا لها بتاكلي أخضر ومنبت، طلعت المشكلة بس إنها كانت عم تاكل خبز. الخبز نشا، والنشا بغذي الخلايا السرطانية وبخربط الجسم بشكل كامل، بيعمل حساسية. الله، بلبنان ما عندنا رغيف، بتصدق ما في خميرة، الطحين كيف مضروب، الخميرة مضروبة، حتى بيجيبوها من أوروبا. يعني خلاص لازم ترجع الأم على بيتها. كثير 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 سهل، بجيب هاي الشغلات بعملها، ببتعد عن مضادات الأكسدة، فيتامين سي انتبهوا عليه، انتبهوا، أو مضادات الأكسدة بشكل عام. دائما القاعدة، إذا كنت عم بنظف جسمي من الطفيليات ما بصير اخذ مضادات الاكسده، لانها بتعطل تنظيف الطفيليات، بتعطل نظام الاكسده. في شيء بسموه اوكسيديتنج ستريس، اللي هو لما يكون المؤكسدات ضاره. في شيء اسمه برو اوكسيديشن، وهذا اللي ما بيعلمونا اياه جماعه الطب. برو اوكسيديشن اللي هي الاكسجين الطبيعي اللي بالجسم يلي من خلاله بقتل الطفيليات. هاي غطوا عليها على اساس الناس تركز على موضوع بس مضادات الاكسده، وزادوا المرض من خلال هاي الشغله. فاذا ما قرات ما بزبط. شوفوا هالورقه 7 صفحات، هون شرحنا الاكل، بعدين بدخل بالام ام اس، الكالسيوم هايبوكلورايد، بفرجيك انه كيف طريقتها، كيف شرحناها مليون مره طبعا، شو بتتحول جوا الجسم، كيف الطريقه اللي باخذها اذا كان المرض عادي، كيف الطريقه اللي باخذها اذا كان مرض السرطان، ومع الشغلات كلياتها، الكورتيزون كيف لازم انتبه في حاله كان موجود، وكيف اتعامل معه. 7 صفحات، كل الناس يلي عم بتعالجوا هلا بس هاي الملخص، ما بلزم شيء ثاني. شوفوا، لا بلزم اشتري شيء، لا بلزم اروح اخذ دورات بشي محل، لا بلزم اروح على مش عارف شو اعمل كذا. اذا بتحمل المسؤوليه مشان الله، سنتين زمان، بس سنتين يعني زمان ما بقعد في مرض على وجه الارض. سكري، سرطانات، امراض مناعيه، سليروسيس، شو ما بدنا نسمي الامراض كلها بتروح، بس بهالقواعد العامه يلي هي الرسول اشطر منا حكاها بكلمتين، صوموا تصحوا، ويلي هي الغوريلا بالطبيعه عم تعملها. الغوريلا عم تاكل اخضر، ما بتاكل لحمه، جسمها بيشبه جسمنا، في الفاكهه قليله لانها موسميه وموجوده في اوقات معينه بتكون، ما في مشكله. الاخضر هو الاساس. قالوا لهم انه في شيء مفقود بين الثعبان والانسان، قالوا جهلكم. حطوا العلم وبتشوفوا انه ومن الماء كل شيء حي، وبعدين كل شيء ذكروا انت. يا رب. بس نحن مشكلتنا ما بنقرا. ما في حدا ببعث له ايميل بيجاوبني يا خي. ما قلت لك الجواب، اقعد تقرا، كل شيء موجود على الكتاب، بس ما فيني اقرا ولا قولي لي اياه هون. ما حدا بيتحمل مسؤوليته. برمجة. انا بعطيك مفتاح. مثل هيدا الملك اللي طلب من الرسام يرسم له المسيح على البيت. انبسط الرسام وجاب صورة المسيح على البيت، حلوة كثير صورة المسيح هيك واقف على البيت، وانبسط الرسام انه الملك هيك فرح، بعدين كشر الملك وعبس، شو بك؟ قال له ما في مسكة. قال له يا جلالة الملك، المسكة البيت من جوا، المسيح ما بيفتح تيفوت. بنت ادعوني استجيب. بنت بدك تفتح الباب انا بعطيك مفتاح. بس اقرا ايها العربي، نزلت هالكلمة علينا ما بنقرا. واذا قرينا ما بنفهم، واذا فهمنا ما بنعرف نوصلها، واذا وصلناها بتوصل غلط وبترجع لنا غلط. يعني هذه اللي بدنا اياها النهضة، يا أمة عرب لنقرأ ونفهم. الحل بسيط كثير وموجود قدامنا، بنشوفه بس نتفرج بنشوفه. الحل كثير بسيط. والأخ فوت على المطبخ، يعني مش معقولة 6 7 صفحات ما في غيرهم، مية شو حطها ستاندرد مايكروبايتكس بكتابه، كتاب صغير هيك. قال له أنا عم بعطيكم المفتاح بأي بلد وين ما كنتوا. مظبوط. عندك 32 درس وسن وناب، 20 منهم مطحنة، أنت المطحنة، طحنة 2 أنياب 4 أنياب، هودي حليب أمك بس، أخوي برضع أنا مع البقرات. الحل موجود. الأخضر بيطلع، الشتاء بينزل، الله الحاكم. نزل الشتاء، طلع الأخضر، باكل الأخضر، بديل على أساس إذا في حالة كان في طفيليات، مرض، طاعون، جدري، ملاريا، شو ما كان، عندي بديل موجود، ما بكلف شيء، أي حدا فيه يحضره بالبيت، ما له أعراض جانبية، بيشتغل بطريقة طبيعية وواضحة جدا،
واضحة جدا، بدهاش واحد ذكي يعني، بدهاش واحد عنده نسبة ذكاء حتى يشوفها، واضحة، أي حدا بيشوفها. مادة تك تك، هاي طبيعية وهي طبيعية، بدخلوا بالجسم أربع ساعات بكون كل شيء طلع وانتهى الموضوع. يعني أسهل من هيك ما في، وما بتكلف شيء. فبس إنه ضروري إنه ننشر هالكلمة، نشتغل كلنا مع بعض، نوزع قد ما بنقدر، نشرح، كل واحد طبعا يجرب يختبر ويقرأ، مش إنه بس إنه مجرد ما أشوف أستعمل، لا، بدي أقرأ أفهم أحس حالي فهمت، ومن الفهم أتصرف. الاختبار سبق التعبير اللي هو فسر الماء بعد الجهد بالماء، تنظيف الجسم. قواعد أساسية سهلة، أي حدا فيه يعالج أي مرض، اللي بضل هل أنت بدك تعالج المرض ولا لا؟ إلك الخيار، زي المدخن، زي اللي بيعمل بياكل شيء كذا، إلك الخيار، بتعرف إنه هاي هيك، بتعرف إنه هاي هيك، بدك تختار هيك ولا لا؟ مثل ما قالت باربرا شير، ختمتها كتير حلوة، قالت بتقول لك أنت بتصحى الصبح مبسوط منيح، اعمل شيء منيح، بس مش مبسوط برضو اعمل اللي عليك. ما تقعد تقول أنا ضحية، ويا الله أنا عندي اكتئاب، ويا الله أنا ما عندي مش عارف شو، لأنه شهوة الإنسان والتصرف كضحية مثل بشد 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 ما بينتهي. مثل أنا لما أكل شيء سكري سكريات، ما رح أجي بكرة أقول خلص اكتفيت، لا، رح تشدني مرة تانية وتزيد وتزيد، مثل الكحول مثل المخدرات نفس الشيء، بتضلها تشدني. نفس الشيء لما أتصرف كضحية، بدك توقف على رجليك هلا وتعمل اللي عليك، ما حدا يتصرف هيك، أنت المسؤول. إذا صدق السائل أنا السؤال وأنا الجواب. تحمل المسؤولية. من كتر ما حلو هالكتاب يعني كل يومين بقرأه مرة عن جد بدون هذا سيلف ريلاينس، من كتر ما هو حلو. مثل اللي قال له بعدني عم بقرأ إلى 50 سنة نفس الآية، ما في نفس مثل التاني، ما في لحظة مثل التاني، النهر ينهر، ينتهيون هالكلمات من زمان، هذا مش إلك هالحضرة، ما تفهموا شو عم بقول. شوفوا الفجوة بين الكلمات، شوفوا هالحضرة، الطفل عمره 2 سنين وما بيحكي يعني بهله، ما فهمنا. نحن الحق علينا، كل واحد يقول أنا السبب، وقت بتشوف مريض أنا السبب، وقت بتشوف أنا السبب، هيدا أنا ونحن واحد. مزبوط. مشان هيك أيها الناس ويك أب. مزبوط. نو ميك أب أنيمور، ويك أب يا جماعة. اليوم ما في بنت بلبنان بتشوفها 99% إلا شعرهم منفوش. يا أختي قريها بالقرآن موجودة، ما عم بقلك أنت مسلمة وأنا مسيحية، لشو هالشعر اللي نبشينه؟ لشو هالشباب كلها صارت تشبه بعضها؟ شو اللي عم بيصير؟ ليش بيستخدمونا؟ 2% حاكمين العالم بالصرمية وبالأدوية وبالأمراض، وضعاف منهم قوايا، لا نحن الضعاف بس بجهل الناس، بسببنا ما في بنزعف له بسهولة بينشال أهل الشر، بس مجرد أنك تعمل اللي عليك، بس ما بيقدروا. قديه حاولت مثلا أمريكا، حاولت تعمل أشياء خلال الفترة الماضية ما قدرت، قديه حاولت كذا، بيحاولوا أهل الشر بس ما بيقدروا، الحكومة طبعا مش الشعب. في خطط موجودة، مونسانتو قديه عم بتحاول، هاي لحالها لازم الناس كلها تكون واعية اللي عم بيصير. الكذبة ما بتضاين، لو 2000 3000 5000 سنة ما بتضاين. آخر خدعة عملتها الـ FDA، آخر لعبة هاي الأسبارتم، الكل عرف شو عم بيسوي، والناس صارت تبعته، ما عاد حدا يشتري شيء مكتوب عليه اسبارتم. بيعمل خزق بالدماغ، بيحرق الخلايا العصبيه. هلا بيشيلوا الكلمه، يشيلوا حنا حطوا حنان، بيشيلوا حسن بيحطوا حسين، انتبهوا. راحت الاف دي اي بدل ما تتحمل المسؤوليه، طبعا هم اكيد هم بدهم يبيعوا لاخر رمق، بعد اخر رمق، بعد ما يبيعوا قدر الامكان بيقولوا لا اكتشفنا انها ضاره. بس ها يعني بيعتذروا بالضبط، وهيك الناس خلاص ما في مشكله. ولو احنا حريصين على صحتكم لهالسبب اعتذرنا، طب واللي الناس شايفينه صار لهم عم بيحكوا هالقد شو صار؟ غيروا اسمه، بدل اسبارتم صار اسمه امينو سويت، يسوق على انه محلي طبيعي، كنت اقول مبيد حشري، لانه المحليات الطبيعيه الصناعيه برضه معموله كانت ابحاث مبيدات حشريه مثل السكرلوز. فغيروا الاسم صار اسمه امينو سويت، وعم بيسوقوا على اساس انه محلي طبيعي موجود، امينو من كلمه امينو اسيد، انه هذا شيء طبيعي موجود بالجسم. واي حدا بياكل اسبارتم عم بيصير معه صداع، عم بيصير معه شقيق، عم بيصير مع هاي الاعراض البسيطه، شوي شوي بتبلش الامراض المناعيه، شوي شوي بتبلش سرطانات وبتبلش هاي الشغلات. ما هلا لانه اخذوا قرار، يعني هون بنحكي كل شيء 65 سنة كان بالأول الأمريكاني، بعدين بيقعد على التقاعد 65 كبير، غير أنه طعمه نزلوها هلأ. هلأ قالوا مرضوا الأطفال تيموتوا خلال 30 32، بيكون البي والأم حطوا كل مجهودهم على هالطفل وكبر مريض وخلف أولاد مرضى، وهيك منشيلهم ناتشرال سيلكشن. هو العرب شيلوهم بأي طريقة، ما
ما تكلفنا ونحن هيك ساكتين. وهم عم يشتروا، ما هي المشكلة وإحنا عم نشتري، وغير إنه طعمه مو زاكي، طعمه مو طيب، طعمه صناعي، يعني إنه ما هو هذا، يعني كيف الناس ليش عم نشتري؟ قلت له ضليت آكل خيار تشبعت كوسة، ما بقى في طعم، بحط لك خيار، بحط عليها ملح، بحط عليها حامض، برشل، ما في طعم، ما في ريحة، ما في شيء. مش إنه تغير الباكيت أو حط عليها اسم كذا وهيك بروح بشتريها، لا بدي أعرف أميز، لأنه الخدعة كثير قوية، مثل ما قلنا هلا في الواحد يجيب جيفة شيء مدعوس بالشارع، بقدر اجيب هاللحمه تك 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 اضبط شكلها احولها لساندويشه، وانت تشوف الساندويشه تحس حالك بدك تاكلها. صار هلا طول عطرات ومدري شو هيك صار علم علم الشكل الخداع والشكل هلا صار كثير قوي، اذا ما كنا كثير صاحيين ونميز، لانه الفاكهه انو هلا عم بيميز انه هاي الفاكهه طبيعيه هاي الفاكهه هيك، يلي قلبه واعي بيقدر يحس انه هاي فيها شيء منيح هاي فيها شيء، شكلها مثل بلاستيك ما حس طبيعيه، بس اغلب الناس لانه العقل شغال دائما 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 ما في شغال شغال شغال، بس انه اللي بسموه البيتا ويفز معجوق معجوق بسرعه 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 بسرعه، ميكانيك روبوت ميكانيك روبوت، بعد اميز ولا المفروض احس، المفروض لما افوت بيت احس اذا الطاقه منيحه او لا، لما حدا يقدم لي اكل احس انه فيني اكله ولا لا، اللي عمله صح ولا لا، المفروض نحس، لما اسلم على شخص بعرف انه لا هون في طاقه لا ما بسلم. انتبهوا كلنا عندنا هالطاقه، قالوا الاولاد ما بينطاقوا ونحن كمان خلينا نطيب بعض. Thank you.